till I need new shoes. Yeah, yeah. I said, يسعد صباحكم مشاهدينا. اليوم السبت 8 اذار 2014 اليوم العالمي للمرأة. كلمة مرأة مشاهدينا عنوان كتير كبير، شو ممكن نقلها بهالنهار للمرأة اللي هي بتعطي الحياة، بتنمي، بتربي وبتضحي، بالرغم من عطاء المستمر، عطاء لعائلتها، لبيتها، لزوجها، لأولادها، لعملها، للمجتمع كله. بعد اليوم المرأة عم بتناضل من أجل الحصول على حقوقها، وعم بتواجه قيود اجتماعية، سياسية، قانونية ودينية. وبلبنان البلد اللي بيدعي بالانفتاح والتطور، نكتشف أنه مصنف رقم 14 من بين 22 دولة عربية بالنسبة لموضوع الحفاظ على حقوق المرأة. عن جد عيب مشاهدينا، أمر بالفعل ما بيتصدق لأي متى رح يبقى الكلام عن هالموضوع مجرد كلام وما في أكثر منه بهالمناسبات. ما حدا منا بيقدر ينكر عطاء وإنجازات المرأة عبر التاريخ ودورها الأساسي بتربية أجيال المستقبل، ولكن كيف فينا نحن نربي بشكل صحيح أجيال المستقبل طالما لغاية اليوم ومع بداية الألفية الثالثة بعد المرأة تعنف، تمنع الثقافة عنا، ما إلى مكان بالسياسة، والقوانين عم تشتغل ضدها. إذا بالفعل بتحب وبتقدر المرأة، عطيها احترامك وحقوقها، وكمان ما تعطيها كلام معسل ووعود فاضية. فادي، good morning. good morning رولا. أنا ما حبيت أكون هيك سلبية اليوم بهالمناسبة، ولكن حبيت أقدم صرخة إذا بدك باسم كل النساء اللي عم بيحضروا. وصلت لك الرسالة؟ أنا واصل رسالة أكيد. هي مش بس لإلك، أنا بعتبر النساء كمان بيحملوا جزء من المسؤولية، لأنه لما نحن بنقبل نكون بهالموقع، ولما نحن بنقبل نكون ضحية مجتمع، نحن بنتحمل جزء من المسؤولية. نعرف إنه في كتير رجال بيدعموا نساء وحقوقها، وكمان كل الرسائل اللي بتجسدها المرأة، فكمان هم نوجه تحية لكل هالرجال اللي هن بدورهم عم بيدعموا المرأة. صحيح. فادي، اليوم حضرت لها هيك معايدة خاصة لزوجتك ولأمك. اكشلي أنا لازم هالمعايدة اثنين، فينا نقول يعني عندها اليوم العالمي وبعد يومين عيد المعلم، فلازم أعيدها مرتين. زوجتك بتعلم؟ صح. امرأة مناضلة ببيتها وكمان بعملها، وهون أنا وياك بدنا نوجه تحية لكل امرأة مناضلة، إن كان عم بتناضل ببيتها، بعملها، بالقوانين، بالسياسة، بكل المجالات. وهون بذكر فادي إنه السكوت علامة الرضا، وبنعرف إنه 50-60% من الناخبين بلبنان هن نساء، فما حدا يقول ما في سلاح بإيدنا وما بيطلع بإيدنا شيء، أنتم عندكم أكبر سلاح بإيدكم، والانتخابات قادمة، استعملوا هالسلاح مطرح ما لازم تستعملوا. صحيح صحيح. أنا واصلة لعندك. أنا معك 100%. بتأمل هالشي، ورح نشوف النتيجة أصلاً هلأ بموسم الصيف. خلينا بدون تأخير نبدأ حلقتنا بباركود أنا وياك. يلا. صباح الخير لكل مشاهدينا. بونجور رولا. How are you? I'm fine. Good. عندي اخبار مهضومه اليوم، ما اخبار فينا بليز كون مهضوم، انا بحاجه لشويه هضم. ما هيك قصص فيك تستعمليها كل يوم. مثلا رح بلش باول ايتم اللي هو اتس بورتبل سبيكر. سبيكر هيدا صار فيك تسمع ميوزك بطريقه كثير حلوه، بصوت كثير حلو ونقي. عم نحكي عن ديفايس من كرييتيف اللي هن عاده كنا على طول معرفهم مع كل شيء كمبيوتر، كل شيء خاصه بالكمبيوتر، هن بيعملوا سبيكرز، هدول سبيكرز صغار. هون عم نحكي عن ديفايس بورتبل على البطاريه، بتضاين لفتره طويله، فينا بكل سهوله نسمع منها ميوزك بواسطه تنعتبر اول شيء تليفون بلوتوث، يعني بنشكها بكل الاجهزه اللي ممكن تطلع موسيقى مثلا من التليفون، فيك او بلوتوث او نير فيلد كوميونيكيشن ان اف سي. هيدي صورتها، يو تاب اون ات بتعملي كونكشن مع التليفون. بكل بساطه فيك تبلشي تسمعي ميوزك، فيك يكون عندك حتى كونكشن، رح فرجيك الصوره اللي فيها عده
عدة connections اللي هي وراء already. حتى إذا وصلتيه على الكمبيوتر بكل بساطة كمان فيك تاخدي منه صوت إذا وصلتي USB، إذا وصلتي هدول الكونكشنز وراء. إذا حطيتي كارد SD كارد فيك حط عليها فولدر ميوزك فيك تسمعي من الـ USB أكيد بكل سهولة بتشارجي. بذات الوقت فيك حتى تستعملي as speaker phone لانه عنده كاباسيتي انه يحفظ يسجل فينا نقول الصوت بمحل من المحلات فينا نسجل فيه الصوت. ففيك تستعملي از سبيكر فون بكل بساطه ولاود، كما وانه في كبسه اسمها لاودنس لحتى تحسن من اداء هالصوت حتى تتحكم بالصوت كمان. اكزاكتلي هو مقسم على 5 سبيكرز بقلب هالديفايس الصغيره. هالديفايس كثير صغيره لدرجه شوفي هون حملها شخص بورتبل ديفايس ضغطوره. هيدي فوق للاماكن الداخليه داخلية حتى شوي خارجية يعني اذا قاعدين موسيقى هيك على رواق 100% 100% مش عم نعمل بارتي بارتي نايت كلب او exactly. حفلة صح، مع انه هو في 5 سبيكرز بقلبه مع 2 امبليفايرز ما بيوحي ابدا. صح لانه حجمه صغير بس فينا نقول انه مفعول كثير هو وايرلس بس في واير واحد بيوصلها بالجهاز الالكتروني. ديبيندز انت اذا جهازك ما في بلوتوث مضطرة تستعملي ممكن يكون كومبليت وايرلس. صحيح. حلو. بعدين الحلو بعد اذا حبيت تحطي ميوزك لحتى تنامي لحتى تروي اعصابك، طالما انت عم بتبلشي تنعسي الميوزك بيصير توتا لحالها، عنده سنسر بيصير يوطي الميوزك لحالها شوي 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 لوقت انه تختفي. مش بتحس علينا عم ننعس. هي بتحس عليك مشان هيك. لا كيف بدها تحس علينا؟ هو عنده بروجرام بقلبه تايمينج بركي كايند اوف. شغله ثانيه اذا قررتي انت تحطي كايند فينا نقول alert صغير من بين فترة وفترة هالميوزك بتعلى بس لحتى تخليكي واعي لما ما طقشتي. هيدي العكس اللي ما بده ينام. صح. هي اسمها نقزة. هي اسمها هلا لا نقزة الكبيرة في انذار. في سايرن نقول في كمان لحتى تلفتي نظر ما بعرف مجموعة قاعدين عم بيحكوا ما عم بيسكتوا بدك تحكي او حتى تفيقي ما بفيق او حتى تفيقي فيها تكون alarm clock كمان؟ ما في كلوك. ما في كلوك. ما في كلوك. اوكي سو هيدي كرييتيف. هيدا كان اول ايتم. ثاني ايتم رح نحكي عن تليفون بنعرفه حكينا عنه قبل هواوي. هي شركه هواوي هي شركه صينيه طورت هالتليفون وعملته بطريقه صار شوي هيك عم ينافس مجموعه كبيره من التليفونات. نحن عم بحكي هون عن ميديا باد اكس 1 اللي هي حجمها شوي كبير. اتس 7 انش اتس ا فابلت اكشلي بين تليفون وتابلت بين فون وتابلت اتس ا فابلت 7 انش. بس في كثير مميزات بعد لهلا بعتقد هي من احسن المميزات اللي شفناها بعده تليفونات لهلا. رح بس اقول انه اول شيء هو كواد كور بروسيسور 2 جيجا بايت رام 16 جيجا بايت سوليد ستيت ميموري بلس انه فيكي اكيد تكبري هالميموري اذا حطيتي له الاس دي كارد لحتى تساعدك انك تحفظي معلومات اكثر او صور او وات ايفر. بدنا نتعود بعد على هالاسم. نعم لانه حجمه 7 انش اكيد اتش دي اتس فول اتش دي 7 انش. بس في ناس بيستعملوا كفون يعني مزيج بين التليفون والتابلت. الحلو الشغله الحلوه فيه كنت عم نحكي عن صور انه فرونت كاميرا عاده بالتليفونات كانت ماكسيمم 2.2 ميجا بكسلز، هيدي 5 ميجا بكسلز والرير كام اتس 16 ميجا بكسلز. فعندك ريزولوشن كثير عالي بالصور ان كنت عم تصوري من الكاميرا الاماميه او الخلفيه. هيدي يعني عم نحكي مع او 5 ميجا او 16 Not bad. هو التليفون في اسود وابيض منه سو ات ديبيندز كل واحد على شو بحب يكون اكزاكتلي شو بحب يكون عنده اياه. السعر منه كثير غالي اكيد هو واي فاي مع بلوتوث بهدول كل التليفونات صار موجود مع مايكروفون بيقدر يخفف لك نويز ريدكشن حواليك بالوقت اللي انت عم تحكي يعني اللي عم بيسمعك بطريقه نقيه اكثر لانه في هالنويس ريدكشن. سعره $545 هلا
رح يكون اكزاكتلي رح يكون بالاسواق الشهر الجاي. يعني اذا بدنا نشتري تليفون وتابلت ندفع اكثر بكثير من هالمبلغ. 100% 100% وعنده شغلتين حلوين، سكرين تبعه اتس 10 بوينت تاتش ف سيمولتينيسلي بذات الوقت فينا نكبس 10 مطارح على السكرين، بلس اذا لابس جلوف وقد ما يكون سميك الجلوف عنده كمان لا عنده مود بقلبه جلوف مود بتحطيها بيصير السكرين بحس على الجلوفز حتى اكزاكتلي بيصير السكرين كثير سنسيتيف لدرجه انه قد ما كان سميك الجلوف فيك يضلك عم تكبسي، يعني منك مضطره تجيبي جلوف خصوصي او تشلحيهم بالوقت يمكن عم تعملي سكي مش بلبنان اوكي بالوقت الحاضر. طبعا قد ايه رح نعوز جلوفز نحن عم نشتغل عليها، بس انه لا عادة شكرا لانه فكرتوا بهالموضوع. عادة اذا عم تعملي سكي على طول بتستعمليه. اوكي بس فهمت عليك. فبس بدي اقول بعد انه البطاريه تبعه رائعه بضاين لوقت كثير طويل، بضاين حتى اذا حضرتي 15 موفي فروم ذا انترنت عم تنزليهم فيك تحضري على بهالبطاريه. بتعرفي البطاريه بتبقى لليوم من اكبر المشاكل اللي عم بيواجهوها الشركات، بس عم بيجربوا يحسنوا لانه كل شركه صارت عم تكون احسن واحسن واحسن. ف 125 ساعه اذا عم نسمع شو ميوزك حيلا 125 ساعه و15 فيلم اذا عملنا له داونلود على الانترنت. صح عم نحضر. Very nice. So this is اللي عندهم وقت كتير طويل لحتى تفضل بطارية ولا الأفلام هيدا الجهاز لأنه. Thank you لك فادي. Thank بقية you. ويكند ممتع لك ولعائلتك وتحياتنا لزوجتك باليوم العالمي للمرأة. Thank you. مشاهدينا وقفة ومنرجع لحلقتنا.